تعالوا نحكي النهاردة عن قطاعة الخضار واللحوم سوكاني موديل 7020 اللي حجمها 2 لتر وقوتها 400 واط، مع سرعتين تشغيل وحلة من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ. الكبة دي بتقطع كل شيء بسرعة وسهولة. كل اللي عليك تحط الخضار أو اللحم جواها وتشغلها وتشوف النتيجة الممتازة للفرم والتقطيع. الكبة يمكنها تقطيع البصل والطماطم واللحوم وحتى الخضروات الصلبة زي الجزر وغيرها بدون أي صعوبة، وأهم شيء بيميزها سهولة التنظيف عشان الحلة الستانلس بتاعتها.